السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات ليلي. اليوم ان شاء الله غنديروا، راح ندير لكم ان شاء الله اون سوب حساء ولا اون كريم تاع اللونتي تاع العدس. الوغ هنا عندي 500 غرام 500 غرام تاع عدس غسلته بالماء حامي. عندي زوج حبات زروديه، ماشي بزاف، زوج صغار ماشي كبار، غير صغار. حبه بصل. عندي هنايا مرق الدجاج زوج باسكو ما غاديش نديرو فيها اللحم. زوج فصوص تاع الثوم. وهنا عندي هنايا ان بوكي، هذا ديت شويه قزبر، فريمون غير شويه، ديت غير واحد، غير حنا نقولوا عرش واحد. ها هو هنايا مع شويه معدنوس والرند، حزمتهم كيما هكا بصورني من بعد نقلعهم. شويه زبده، شويه الفلفل الاسود والكمون. الملح ما نديرش، نشوف باسكو راني غندير لي كوب، الكوب مالحين. نبدا بسم الله. الوغ غادي ندير اللونتي تاعي في المرميطه كيما راكم تشوفوا. غادي نعطيكم العبر تاع الماء شحال باش لاصوب تاعكم تصدق لكم، تجيكم كشغل اون كريم. فوالا نجيب الماء، ولا كما كنتو تشوفوا درت اللونتي. دوك غادي ندير الخضره هذه، نتوما اللي نقطعه. غادي ندير البوكي تاع المعدنوس والرند والقزبر. القزبر غير شويه ما تكثروش، غير دور عرش واحد. الثوم نقطعه فوالا. ندير الكيوب تاعي هنايا، زوج تاع كيوب. الملح ما ديروش، باش ندير الملح باسكو الكيوب مالحين ديجا. فوالا كما تشوفوا ندير الماء. الماء غنعبر لكم باش تعرفوا شحال، وباش تجيكم اون كريم كما قلت لكم سي اون كريم. الوغ بسم الله، بالبور اللي ديت بها نعبر. ها واحد منعمرش بزاف باسكو اللونتي مكانش، البور مكانش معمر بزاف باللونتي. فوالا ها زوج، ثلاثة، فوالا ربعة. كيما راكم تشوفوا ديت ربعة، عبر تاع اللونتي ربعة تاع ما. فوالا دروك ندير الحرور، الفلفل الأسود. فوالا هكا بزاف عليها، شويه كمون، وهذا مكان ندير ندير اللونتي تاعي يطيب. فوالا شويه كمون شي بزاف. ندير الزبده قبل ما ننسى، خويا نديرها مع الزبده بلا زبده. وانا ندير دروك، ديروا تجيبوا ديروا الزيت ولا زيت الزيتون، انا نبغي الزبده خيط لك يجي فيها بالنشابه. فوالا هاد مغرف كبيره تاع الزبده. دوك انا غادي نبلع كيكوطه تاعي ونديرها نديرها في النار يطيب. انا غادي نبلعها تقعد لي واحد 20 دقيقه 25 دقيقه. وانتم اللي كان عندكم مرميطه نورمال خلوه حتى يطيب لكم، اللي كتلبسوا تلقوه طايب هذاك هو، واحد 45 دقيقه ولا. دوك غادي نديرها يطيب ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. ها اخواتي ساهي، هاي لا سوب تاعنا، اللونتي تاعنا طاب كما راكم تشوفوا. انا قعدت لي 25 دقيقه في الكيكوطه كما قلت لكم. انتم اللي كان عندكم مرميطه نورمال خلوه حتى تشوفوه طاب كيما هكا كما راكم تشوفوا. راه طايب، تلبسوه تلقوه طري هذاك هي، حبسوه. بغيت نقلع هذا البوكي هذا اللي درته تاع المعدنوس والرند، نقلع ما طحناش هذا، نعطيك غير البنه تاعه وصاي. كما شاهدتوا ما درتش فيها طوماطيس مصبره، ومام لي زيبيس ما درتش بزاف باسكو سي با نقول حنايا ماشي لونتي مرقا ولا حريره ولا سي اون سوب، الوغ ما تسحقش التوابل بزاف، ومام الطوماطيس حتى ما تسحقش. علاش؟ غندير فيها لا كريم فريش. ورا انا عندي لا كريم فريش كما كنتو تشوفوا، غندير فيها لا كريم فريش وغندير فيها الفرماج هذا، ربع حبات ولا خمسه غادي نقطعهم هنايا، وندير معاها لا كريم فريش ونطحن كلشي. انا غادي نقطع الفرماج تاعي نحطه هنايا، ربع حبات ولا خمسه كما قلت لكم. كما راكم تشاهدوا الفرماج تاعي قطعته، عندي لا كريم فريش درت ديجا مغرف. هنا غادي نزيد ديروا زوج مغارف ثلاث مغارف. الا كان ما عندكمش لا كريم فريش باش متوفره عندكم، تجيبوا ديروا بتي سويس الفرماج بلون على بتي سويس، ولا دير شويه حليب، مي صح من الاحسن لا كريم فريش خير. تجيو تعوضوها بشويه حليب ولا بتي سويس. فوالا ولا لا كريم فريش السائله. غادي نطحن الفرماج ولا لا كريم فريش مع اللونتي كاع، نطحن كل شيء. فوالا
راني طحنت مليح لاكريم تاعي كيما تشوفوا. فوالا كيما هكا راني طحنتها كملتها. دوك نشوفوها ان شاء الله في غنديرها في البول وتشوفوها في الصحن تاع البريزونطاسيون. فوالا ها هي لاصوب تاعنا لاكريم تاعنا تاع اللونتي راهي وجدت. درت لها شويه كريم فريش منا كيما راكم تشوفوا هنا تاني كريم فريش. تجيو تاكلوها بلا كريم فريش ولا كلوها هكا ولا شويه فرماج رابي تاني تجيو ديروا عليها فرماج رابي الجبن مبشور. فوالا فريمون كيما نقولو حنا الشتره داخل على الابواب زعما يسوب كيما هكا زعما تحمينا ما يكونوا بردانين زعما سي لا سيزون تاعها. لونتي ماشي غالي هاد الوصفه ما اقتصاديه كما نقولوا. فوالا بون نتمنى انها تكون عجبتكم ان شاء الله. بقى نقول لكم تهلاو في رواحكم وتلاقوا في وصفه جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.